الرصيد المحافظ المحترم. كانت لنا زيارة في هذا اليوم إلى مشروع جسر الشرقاط الكونكريتي الذي تم تأهيله عن طريق صندوق الأعمار، وتمت المباشرة به بتاريخ 12/12/2018، وتم توقف العمل به بسبب ارتفاع مناسيب المياه نهر دجلة في 29/1/2019، ومن ثم استئناف العمل مرة ثانية بتاريخ 9/6/2019. كانت لنا زيارات متعددة إلى هذا المشروع، حيث يمثل خدمة لمواطني محافظة صلاح الدين بصورة عامة وقضاء الشرقاط بصورة خاصة، حيث يربط ساحلي الشرقاط وكذلك ربط قضاء الشرقاط بالمحافظات الشمالية. تم إنجاز العمل بصورة جيدة جدا، وحاليا العمل في مرحلة الإنهاءات، في مرحلة تأهيل السياج الخارجي وتركيب الإنارة للجسر. سيتم افتتاح المشروع خلال شهر الرابع إن شاء الله. مدة لا تتجاوز 9 أشهر استطعنا أن إنجاز العمل وصولا إلى هذه المراحل المتقدمة كما ترونها الآن، وهي أعمال التبليط التي تمت إن شاء الله بالكامل، وصولا إلى أعمال السياج الوقائي والجاردريل، بالإضافة إلى أعمال الإنارة، وأن الجسر من الناحية الهندسية هو كامل إن شاء الله. باقي فقط الأعمال الختامية اللي هي الإنارة والصبغ والتخطيط وإلى ذلك، والحمد لله استطعنا الإكمال ويكون الجسر جاهز، إذا استطعنا أن نقول جاهز للحالات الطارئة، فقط بانتظار أن يكون الافتتاح الرسمي بعد الانتهاء من الأعمال في أقل من شهر. الآن المشروع في مراحله الأخيرة، وتم تبليط الشارع وجار العمل الآن على وضع الإنارة وطلاء الأسيجة، وسيكون جاهز إن شاء الله للعبور خلال شهر نيسان، لما لها هذا الجسر من أهمية في ربط ساحلي الشرقاط وفي ربط محافظة صلاح الدين بالمحافظات الأخرى.